في مثل هذا اليوم المجيد عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، أتوجه بداية بالتهنئة إلى قائد الوطن وإلى الأردنيين كافة. في هذا اليوم نستذكر نحن الأردنيون ما قام به أجدادنا من تضحيات كبرى في سبيل الحصول على هذا الاستقلال الذي أعتق رقابنا من ربقة الاستعمار، والذي بسببه حقيقة حققنا النهضة الكبيرة التي يشهدها الجيل الحالي، سواء كان في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. ولا بد من الإشارة هنا بشكل خاص إلى ما حققه الأردن من نهضة عظيمة في مجالين اثنين، هما مجال التربية والتعليم والتعليم العالي ومجال الصحة. فأصبح للأردنيين باع طويل والحمد لله في جميع الدول حيث تحترم الكفاءات الأردنية، وأصبحنا نباهي الدنيا بما حققنا من رأس مال بشري أصبح يشار إليه بالبنان في كل أقطار العالم.